يا مساء الخير على أحلى مشاهدين مشاهدين برنامج حكايتي، حلقة جديدة وبرنامج جديد هنتابع مع حضراتكم كل المواضيع الجديدة وكمان الأفكار الجديدة، بس هيكون معايا زميلتي سالي نجيب. أهلا بك يا سالي، عاملة إيه؟ أهلا بك يا رضوى، ازيك عاملة إيه؟ الحمد لله كله تمام. في بداية بقى حلقتنا النهاردة عايزة أطرح موضوع مهم جدا، بس قبل الموضوع خليني أطرح سؤال مهم جدا. السؤال هو لو أنتي بنت ممكن توافقي انك ترتبطي او تتجوزي من خلال السوشيال ميديا، ولو انت ولد ممكن ترتبط او تتجوز برضو من خلال الانترنت، موقفك ايه بقى كأب وبنتك جاية تقولك يا ماما انا بحب واحد من عن طريق الانترنت وعايزة ارتبط بيه وهو خلاص بالفعل جاي يتقدم لي؟ ده سؤال حلقتنا النهاردة اللي هنستنى كل تليفوناتكم عشان تشاركونا رأيكم. ايه بقى رأيك يا سالي في الموضوع ده؟ اولا مساء الخير عليكم مشاهدينا في كل مكان، مشاهدين برنامجنا حكايتي. كل واحد فينا ليه حكايه، كل حكايه ليها بدايه برضو ليها نهايه. في ناس حكاياتها انتهت قبل ما تبتدي، في ناس لسه الحكايه بتاعتهم ما ابتدتش. كل يوم في حكايه جديده، في حكايات نجاح وفي حكايات فشل، بس من كل حكايه بنعيشها بنتعلم تجربه جديده، وفي كل تجربه بنعيشها بنتعلم حاجه جديده. وفي برنامجنا النهارده هنساعدكم كل واحد يبدا حكايته ويحط ايده على الطريق الصح. مظبوط. موضوعنا النهاردة عن زواج عن طريق السوشيال ميديا. لو انت مثلا كأم وحد بنتك مثلا جاية تقولك يا ماما انا في ولد انا بحبه من عن طريق النت وعايز يجي تقدم لي، موقفك ايه ساعتها؟ حاليا الفكرة بقى مختلف، احنا في 2021 السوشيال ميديا بقى هو مجال العالم كله، بقى دايرة واحدة من خلال السوشيال ميديا. مزبوط. العلاقات والترابط الاسري، الاصدقاء، كل العلاقات بدأت من السوشيال ميديا. حياتنا كلها بقت عبارة عن السوشيال ميديا، رغم ان السوشيال ميديا ليه اضراره وليه سلبياته وليه ايجابياته، لكن بالنسبة للجواز من خلال السوشيال ميديا في ناس كتير قوي ارتبطت وجوازهم اصبح ناجح، وفي ناس ارتبطت وزواجهم كان فاشل. بس السؤال هنا الصح بيكمن في الاختيار. مزبوط. ان انا ادي الثقة لاولادي، اعلمهم ازاي يفكروا صح، ازاي يرتبطوا صح، ازاي لما تفكري ان انت تحبي تختاري صح. الحب دلوقتي بقى اساس الحياة، الحياة الزوجية عشان تكون ناجحة لازم تكون مبنية على الحب، لكن في أسس احنا بنزرعها في ولادنا، نعلمهم ازاي ان هما يكون النشأة بتاعتهم تكون سليمة، تربية دينية. انا ببني ابني وبربيه وبعلمه علشان يطلع حد يقدر يساعد المجتمع، يطلع انسان ناجح. بس عايز اقولك حاجة برضو يا سالي، احنا كمجتمع شرقي هل من عاداتنا وتقاليدنا اللي احنا ممكن نتجوز عن طريق السوشيال ميديا؟ طب حد اول مرة اشوفه، حد ما يعني ما شفتهوش قبل كده، ما تعاملتش معاه قبل كده، مش عارفة مين والدته، مين باباه، بيشتغل ايه، مين صحابه، مين اخواته. طيب الموضوع برضو احنا مجتمع شرقي، فالموضوع مش هيكون سهل برضو. يمكن يعني لو كنا بدأنا الحلقة دي قبل كده يا رضوى كنت ممكن اقولك لا، ان انا برفض الزواج من خلال الانترنت. ليه؟ لسبب ان البعد في المسافات، البعد في العلاقات، ان انت ازاي اكون بتعامل مع انسان انا مش شايفاه. بالعكس، في احيانا كتير قوي السوشيال ميديا بيكون بيخدع. انا ممكن اكون بتعامل معاكي وشايفاكي انسان ملاك، لكن انت في الطبع هلاك، فبالتالي ده كله هياثر عليا بعد كده. لكن في الوقت الحالي في 2021 والافكار اختلفت والعلاقات اختلفت والارتباط اختلف، كل حاجه في الحياه بقت منفتحه بشكل مختلف من خلال الانترنت ومن خلال السوشيال ميديا، فبالتالي كل الافكار اساسا القديمه بتختلف دلوقتي وبتبقى فيها افكار جديده. لكن انا قابلت في الواقع ناس اتجوزت من خلال السوشيال ميديا، ارتبطوا حبوا بعض، في ناس حبت بعض من خلال لعبه ببجي واتجوزوا. ايوه فعلا مظبوط. وفي ناس حبوا بعض من خلال الفيسبوك، وفي ناس حبوا بعض من خلال التعليقات والكومنتات ومصافحه الفيسبوك. بس عايز اقول لك برده يا سالي ان الواحد اصلا يعني الشخصيه بتبقى قدامه، الواحد اتعامل معاها وعارفها كويس، ومع ذلك الواحد برده بينخدع فيها. يعني الموضوع مش سهل برضو، اللي هو السهولة اللي أنا ممكن أرتبط مع واحد على السوشيال ميديا. بس الموضوع يعني في ناس، يعني أنا كمان عندي عملت سيرش وعرفت إن في جامعات ودراسات وأبحاث أثبتت إن الزواج عن طريق السوشيال ميديا ناجح بالفعل، لأ وكمان بيستمر لفترات طويلة يعني، وكمان في 17 حالة ناجحة، يعني 17 حالة من جواز في المية من جواز عن طريق السوشيال ميديا ناجح بالفعل، وست حالات، ست حالة من حالة واحدة هي بس اللي فاشلة،
وبتؤدي للطلاق والانفصال، فده يعني موضوع. حاليا في 2021 حالات الطلاق ارتفعت بشكل غير عادي. تقدري تقولي لي ان الناس اللي ارتفعت حالات الطلاق بتاعتهم دي كانوا مرتبطين من خلال السوشيال ميديا؟ بالعكس، الناس دي ارتبطت ارتباط عادي جدا، حد اتقدم لحد، حصل ارتباط، زي حصل جواز الصالونات او قعدنا واتخطبنا وعرفنا بعض وفهمنا بعض قرينا بعض، مع ذلك اتجوزنا وتجربتنا فشلت. في ناس تانية اتجوزت عن حب وبرضه التجربة فشلت. في ناس اتجوزت من السوشيال ميديا والتجربة نجحت، وفي ناس فشلت. السوشيال ميديا ما اصبحش مقياس للنجاح ولا مقياس للفشل، لكن بالعكس هو اصبح كما كان بيوطد علاقات، بيقرب الناس من بعضيها. في بنات كتير ما بتخرجش، في بنات كتير حياتهم وقفت عند الدراسة الجامعية وبقت حياتهم في البيت، فرصتهم في الجواز قلت. لذلك احنا عندنا نسبة العنوسة عالية جدا جدا. انت عارفه ان الناس دلوقتي بقت بتلجأ للخطبة؟ رجعنا لأيام زمان في 2021. فلما الفكر يكون مختلف للأشخاص والشباب، حتى الشباب كمان فكرهم بقى مختلف، يعني طبيعي جدا ان شباب يرتبطوا ويتجوزوا من خلال السوشيال ميديا، طبيعي جدا ان بنت تحب وترتبط من خلال السوشيال ميديا. انا كأم ممكن زمان كنت ارفض حاجه زي كده، ان بنتي تيجي تقول لي انا بحب واحد من السوشيال ميديا، او اصلا ان بنتي تيجي تقول لي انا بحب. لكن حاليا الوضع بقى مختلف. الصح هنا ان احنا المفروض نتكلم فيه ان انا صاحب ولادي سواء ولد او بنت، يحكي لي اسراره ويتكلم معايا في كل تفاصيل حياته. لما يتكلم معايا في تفاصيله هقدر افهم هو عايز ايه، هقدر اساعده، هقدر اوجهه للطريق الصح، هقدر انصحه ايه صح وايه غلط، ايه يعمله ايه ما يعملوش. في الوقت الحالي احنا اصبح عندنا في انعدام اخلاقي رهيب. يعني احنا حاليا بنعيش فتره انعدام اخلاقي، ده بسبب ان احنا اصلا ما ربيناش اولادنا تربيه سليمه. فلو ربيناهم تربيه سليمه وربيناهم على الاخلاق وعلى احترام الاخر فاكيد الحياه هتكون انجح وهتكون بس عايزه اقول لك برده يا سالي ان السوشيال ميديا زي ما ليه اضرار ليه حاجات برده كويسه قوي، بس اضراره اكتر. اضرار اللي ممكن برضو انا معرفش الشخصيه اللي انا بتعامل معاها ايه، يعني كل واحد قدام السوشيال ميديا بيبقى عايز يبين اللي هو اجمل ما فيه، اللي هو احسن واحد في الدنيا وما فيهوش عيوب. فكل واحد بقى هنا بقى بتيجي الفكره اللي انا ممكن انخدع فيكي، لا انا مش عارفاكي، مش عارفه طبعك، لا انا شايفه واحده قدامي ملاك كويسه وعندها بتشتغل كذا مش عارفه ايه. فالموضوع برضو مش سهل، بس يعني انا اللي مجنني اللي هو الدراسات اثبتت اللي هو ناجح يا جماعة، لا ناجح وكمان بيستمر لفترات طويلة. طب ما انا مش عارفة الشخص اللي وراء شاشة الموبايل ده ايه، يعني شخص كويس مش كويس. هنا ان احنا في السوشيال ميديا بنتجرد من كل مشاعر الزيف والخداع، بنكون على طبيعتنا اكتر. في ناس كتير قوي بتلاقي نفسها في الكتابة أكتر من إنها تكون فيس تو فيس. بس في ناس برضو بتظهر عكس ده برضو من الكتابة. في ناس كده وفي ناس كده، وأنا عليا إن أنا أختار طريق الصح، أختار أنا أقدر أعمل إيه في حياتي صح. وأنا طول ما أنا سلبي وما بقاش قادر إن أنا أخد موقف أو أخد قرار أو أختار صح، حياتي كلها هتبقى سلبية وكل حاجة هتقف مش هتمشي. مظبوط. بالعكس أنا لما أفكر إن أنا أحب وأرتبط من خلال السوشيال ميديا، ده طبعا قائم وموجود. طبعا في ناس ممكن تسبب ضرر لناس، وفي ناس ممكن الحياه تمشي وتكمل الجواز ويكون في اولاد وتكون حياه كامله، وفي ناس بتتعرض لسلبيات كتير. بس احنا في المجتمع السوشيال ميديا عندنا خاصيه البلوك. اي حد يضايقك ممكن تعمل له حاجه بلوك 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 بلوك. اي حد ممكن يضايقك او هتحس ان هو هيغير حياتك بشكل سلبي وهيتعبك نفسيا وهيكون لود عليك، بلوك بلوك من حياتك، بلوك من سوشيال ميديا، بلوك من كل حاجه ممكن تتعبك، من كل حاجه ممكن تاثر عليك نفسيا. مش بس الجواز اللي هو ممكن يكون من السوشيال ميديا ياثر علينا سلبي او ايجابي، بالعكس حياتنا كلها دلوقتي على السوشيال ميديا. من كتر ما انت بتقعدي تتكلمي مع اللي قدامك بتبقي عارفه اللي في دماغه ايه، برضو بتقعدي تساليه اسئله، بتكلميه بفتره يعني اكبر وقت ممكن، ده برضو بيساعدك انك تفهمي برضو الشخصية اللي قدامك. بس برضو مش مبرر ومش دليل اللي هو الشخص اللي قدامي ده كويس. يا جماعة كمان عندنا سن من اول مثلا احنا عارفين ان الاطفال كلهم دلوقتي بقوا معاهم موبايلات من اول سن، شوفي 9 سنين لغاية شوفي بقى وانت طالعة، كل ولد تلاقيه ماسك موبايل بيلعب بقى بابجي، بيكلم زمايله على الواتساب او على اي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي. فاصبح هنا الاطفال كلهم معاهم، لقوا سن كمان المراهقه اللي هو بقى شوفي من اول 13 سنه لغايه بقى 18 19 وانت طالعه، فكل دول معاهم موبايلات. طب في هنا بنات برضو دور الرقابه في البيت.
انا اديت ابني او بنتي البيت عليا طبعا عامل كبير، لازم يكون في رقابه، لازم اربي صح، لازم اعلم صح، لازم اوجه صح، لازم اعلم الف ب اساسيات حياه، لازم اعلم الف ب اساسيات دين، الف ب تربيه. لما احط الاسس السليم يبقى ابني لو مسك موبايل يبقى انا عارفه ان هو مش هيغلط، لو بنتي مسكت موبايل عارفه انها مش تغلط، لو بنتي دخلت على السوشيال ميديا عارفه انها مش تغلط وانها ترجع لي، لو انا وبنتي اصدقاء مع بعض بنتي هتحكي لي كل حاجه، هيبقى في صراحه، هيبقى في وضوح، هقدر اوجهها، هقدر اعرفها ايه صح وايه غلط، تعمل ايه وما تعملش ايه. في نفس الوقت لو ابني انا كاب صاحبت ابني واحتويته هقدر اوجهه، مش هخليه يغلط. احنا عندنا من فتره كان انتشر الزواج العرفي، انتشر من فتره كان في طلعت موضه ما بين الشباب الزواج من خلال السوشيال ميديا. لا ده الجواز العرفي ده حاجه تانية خالص، هنرجع له. بس معانا تليفون. صفاء من المنيا. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازي حضرتك؟ ازيك يا صفاء، عامله ايه؟ الحمد لله تمام. احب اشكر برنامج واحب اشكر القناه. اهلا بيكي، منورانا يا صفاء. عندك كام سنه يا صفاء؟ نعم. عندك كام سنه؟ 29. 29 مخطوبه بقى ولا لا؟ طب ايه بقى، ايه رايك في الموضوع اللي احنا بنتناقش فيه ده؟ ايه رايك، صح غلط؟ ممكن يستمر ما يستمرش؟ لو انت يا صفاء مثلا اتعرفتي على شاب من خلال السوشيال ميديا، توافقي انك ترتبطي بيه او كده ولا ايه النظام معاكي؟ هو اول حاجة الدين مسمحليش ان انا او ما قاليش ان انا اتعرف على حد من خلال السوشيال ميديا. الشرع يعني قال لنا ان هو التعرف اللي هو يبقى في حدود الشرع، اللي هو الإنسان يتقدم لأهله وبعدين يبقى فيه كلام مع الأهل وبعدين ارتباط شرعي. مظبوط. لكن اللي هو التعرف في السوشيال ميديا قبل ما يبقى صح ولا غلط كتربية أبناء أو كده، لا هو صح أو غلط كشرع وكدين. مظبوط. صفاء جابت من النهاية. صديقتي صفاء احنا بنشكرك طبعا. هو فعلا زي ما انت قلتي من راي الدين ان التعارف ما بين الولد والبنت من خلال السوشيال ميديا هو غير محبوب، بس لو هنرجع للشرع وللدين، لما نزل القران على سيدنا محمد ولما نزل السنه والاحاديث ما كانش اصلا موجود سوشيال ميديا. ولو رجعنا لزمان هنلاقي ان نسبه العنوسه اللي ارتفعت عندنا ونسبتها بقت عاليه جدا، يبقى لازم يكون ليها حل، لازم يكون ليها وقفه، لازم ان احنا نساعد بعض ان ما يبقاش فيه عندنا عنوسه. بس كل ما العنوسه بتزيد عندنا نسبتها، كل ما الشباب الانحلال الفكري والاخلاقي عندهم كل ما بيزيد، كل ما في عندنا شباب وبنات وصلوا لسن معين المفروض ان هم هيتجوزوا او يرتبطوا وما اتاحتش ليهم الفرصه دي، طول ما احنا عندنا هتبقى عندنا في تحرش في الشوارع، هيبقى عندنا في انفلات اخلاقي، هيبقى في عندنا انعدام ديني بكل مراحله وبكل تسلسله. صفاء، فلما يكون في ارتباط اخلاقي من خلال السوشيال ميديا وان الولد والبنت يرتبطوا بطريقه شرعيه تناسب ديننا وشريعتنا وتناسب اخلاقنا وتربيتنا، يبقى ايه المشكله فيها؟ ايه المانع ان احنا نرتبط ونحب بعض بس اهلنا عارفين ان احنا فلان ده هيجي يا ماما هيتقدم، انا وهو هنرتبط هنتجوز، فلان ده يكون صادق يدخل البيت زي ما بنقول كمصريين من بابه، يخطب صفاء، يخطب البنت. أيوة اللي أيوة هو انا معاكي يا سالي، بس بيها. صفاء اتكلمت برضو في نقطه مهمه، هي قالت اللي هو فعلا حرام، ما ينفعش ان انا اتعرف على ولد من خلال السوشيال ميديا يعني واقعد اتكلم معاه. انا معاكي في النقطه دي. انت احنا دلوقتي في 2021، انت بتخرجي للعمل صح؟ مظبوط. ليكي زمايل بتقابليهم؟ مظبوط. بتتكلموا مع بعض؟ مظبوط. ممكن شاب من زمايلك بس انا لا، هنا بقى يعرض عليكي الزواج او الارتباط. مظبوط. بس انا هنا مضطره اتعامل مع اللي مثلا زميلي في العمل او كده، لكن ده انا مش مجبره ان اتعامل معاه. انا واحد دخل قال لي هاي ممكن نتعرف، خلاص اوكي يلا بينا نتعرف، اسمك ايه، اسمك ايه، بتشتغل ايه، بتشتغل ايه، بتدرسي ايه، هوب بقى من هنا. ده اللي احنا قلناه في البدايه، ان انا متربيه صح وعارفه انا متربيه ازاي، عايز له قعده واخلاقي سليمه صح، يبقى اكيد انا هميز ما بين انسان داخل يلعب ويتسلى بيا وبين انسان داخل هدفه صح، انسان محترم طالب الجواز، وبالتالي انا هبدأ ان انا وافق على ده. احنا هنطلع بس فاصل لأهلي. هنطلع فاصل بقى ونرجع ايه نكمل موضوعنا، فاصل ونعود.
فاضل لجميع الحفلات الشيف إبراهيم فاضل والشيف محمد فرحان، العنوان طماي السنبلويين الدقهلية. للحجز والتواصل على رقم 010092925589. أعزائي المشاهدين، ورجعنا لكم بعد الفاصل. قبل الفاصل كنا بنتكلم عن موضوع مهم، موضوع هل هو الجواز عن طريق السوشيال ميديا هل هو حرام ولا مش حرام، وده اللي كنا نتناقش فيه أنا وزميلتي سالي. مظبوط كده يا سالي؟ مظبوط. طيب انت كنت بتقولي قبل الفاصل اللي هو انت كده كده بتضطري تتعاملي مع زمايلك في العمل وكده، ممكن من خلال ذلك حد يتقدم لك وتتجوزيه او كده. فبتقولي ايه الفرق بقى وبين السوشيال ميديا؟ ما الاثنين واحد. فانا كنت معارضه معاكي وبقول لك لا، انت عن طريق العمل انت بتبقي مضطره بتتعاملي مع الشخص ده، فمن هنا بقى بيجي الاحتكاك وكلام وكلام ده كله. لكن عن طريق السوشيال ميديا انا مش مجبره خالص ان حد داخل يقول لي هاي ممكن نتعرف فانا ارد عليه، لا ده بلوك على طول. طيب انا معاكي في كل اللي انت قلتيه ده، صح فعلا، بس في عندنا حالات جواز ناجحه. طب احنا نسال نفسنا الناس دي ازاي اتجوزت وجوازها بقى ناجح؟ نسال نفسنا سؤال تاني، كل ما نسبه العنوسة عندنا بتزيد كل ما الخواطر على المجتمع بتبقى اكبر. في عندنا بنات كتير قوي خلصت جامعه قعدت في بيتها، فرصتها في الجواز قليله جدا. البنت ديت هي خلصت دراسه مفيش شغل قاعده في البيت، نفسها انها تكون ليها حياه، عندها بيت عندها اسره. طب البنت دي ممكن تلجا للسوشيال ميديا انها تتعرف وانها تتجوز، طالما هي انسانه كويسه ومتربيه كويس. والانسان اللي هو لجا للجواز من خلال السوشيال ميديا ده لجا لحاجه للعفه، للشرع، للدين، ان انا هتجوز. انا ما دخلتش بقولك هاي نتعرف علشان نحب بعض ويكون في علاقه ما بيننا، ما في ناس يا سالي بتبقى داخله تتسلى برضو، يعني انا قاعد فاضي انا ادخل اتسلى بقى مع واحده واتعرف عليها، وده مش صح. احنا اتفقنا ان احنا عندنا في ميزه في السوشيال ميديا اسمها بلوك، لما حد يكون مش كويس وبيضايقني هعمل بلوك. طب انا هتعرف عليه ازاي بقى وانا اوكي؟ كل انسان بيبان. انا لو انسان يعني شريف نواياه حسنه اكيد كل ده هيبان. ما انت مش عارفه برضو يا جماعه، ما انتوا مش عارفين ورا شاشه الموبايل ده ايه. انا لما بخرج للشغل وبتعامل مع حد، انت يا ترى عارفه كل الناس اللي هتعاملي معاهم بره بره حياتك اللي هي الاسريه والمنزل، عارفه ان كل الناس دي كويسه؟ لما بتركبي مواصله وبيركب جنبك حد، عارفه اللي قاعد جنبك ده كويس او مش كويس؟ لما بتنزلي الجامعه وبتبقى في علاقات ما بين الشباب والبنات، عارفه الناس دي كويسه او لا؟ لا بس بيبقى زميل جامعه، زميل دراسه. انا بحدد العلاقه والارتباط بتاعي بين بالناس وبالمجتمع خلال اخلاقي انا وتربيتي انا. انا اللي اقدر اخلي العلاقه اللي قدامي دي علاقه حسنه مهذبه او لا، وانا برضو اللي اقدر اللي قدامي يحترمني او ما يحترمنيش، خط احمر وحدود بيني وبين الناس في التعامل. انا ممكن اكون انسان عشوائي وهوائي، كل الناس اللي حواليا تتعامل معايا بطريقه سلبيه، مظبوط، تقدر تاذيني وانا اكون موافقه او حابه الطريقه دي، وممكن اخرج اتعامل مع الناس بطريقه ايجابيه واكون انسان محترم وانسان قيادي وليا قوه تاثير في المجتمع بايجابيه، وفي نفس الوقت اعمل كل حاجه انا اتربيت عليها صح، حاجة أنا أخلاقي وديني يسمحولي بيها. فبالتالي أنا مع زواج السوشيال ميديا،
صديقش العضو ضد زواج السوشيال انا ميديا. ضده تماما يا جماعه. انا ازاي يعني انا الواحد بتعامل معاه وكمان بنخدع فيه يعني. انا ليه اصدقاء كتير الواحد يعني ما كانش يتخيل هم ممكن يعني يطلعوا عكس الواحد ما شايفهم. لا وبتبقي معشراهم وعارف وداخله بيتهم هم داخلين بيتك واكلين مع بعض عيش وملح، وتلاقي لا شخصيه فجاه كده في اول مثلا خناقه او حاجه او مع تعدد المشاكل او كده بتلاقي شخصيه تانية تماما. طب يعني انا واحده بتعامل معاها او واحد بتعامل معاه وبيننا تعامل وسنين عشره وانخدعت فيه، امال بقى اللي من ورا شاشه الموبايل ده بقى ايه؟ انا كانسان واعي وناضج الموضوع برضو مش اقدر افكر صح واحكم على الامور صح. احنا في مجتمع دلوقتي بقى منفتح على السوشيال ميديا وعلى التكنولوجيا، ما ينفعش ان انا افكر بطريقه رجعيه وارجع لايام الستينات وايام زمان قبل التكنولوجيا وقبل الحضاره والثقافه اللي احنا وصلنا لها دلوقتي. دلوقتي المجتمع بيعتبر مترابط بقى كله شعبه واحده، العالم ككله بقى شعبه واحده. في تواصل ما بين دول مختلفه عندنا مثلا فنانين كتير ارتبطوا من خلال السوشيال ميديا من ناس في بلاد مختلفه بعيده عنهم وجوازهم ناجح، وفي ناس برضو ارتبطوا كتير من خلال السوشيال ميديا وجوازهم ناجح، وفي علاقات ارتبطت من خلال المجتمع على الحياه كواقع وبرضو جوازهم فاشل. مظبوط. انا عايز اقولك برضو اللي احنا معانا ندى من سوهاج. الو الو، ازيك يا ندى عامله ايه؟ انا بيك يا ندى. اخبارك؟ الحمد لله منورانا. ربنا انتوا الاثنين زي القمر. ربنا يخليكي يا قمر. ايه بقى ايه رايك في الموضوع اللي احنا بنتناقش فيه، مع ولا ضد؟ مع سالي ولا معايا؟ انا شايفه انا ضد العنوسه يا ندى. حضرتك انا ضد العنوسه بالنسبه للنت وكده مش كويس. في ناس كتير يا ندى اتجوزت من خلال السوشيال ميديا وجوازاتهم ناجحه، وفي ناس اتجوزت جواز تقليدي من خلال زي ما بنسميه جواز الصالونات وجوازهم فاشل. بص حضرتك انا عندي 18 سنه ومخطوبه ماشي. ربنا يوفقك. تمام. يعني انا كنت اتعرفت على اصدقاء وكده بس طلعوا في الاخر مش محترمين جدا. مش محترمين يعني؟ انت جربتي في حد يا ندى حاول يتعرف عليكي او كده صح؟ كتير قوي. كتير بيدخلوا بقى من طريقه هاي بقى وممكن نتعرف ومش عارفه احنا قلنا إيه؟ يا ندى ان احنا عندنا خدمه البلوك في السوشيال ميديا بنطبقها في حياتنا. في حياتنا كلها سواء في السوشيال ميديا سواء في الواقع. انا لما حد يكون لود عليا وبيأذيني في حياتي الواقعيه بطلعه من حياتي واعتبر ده البلوك في السوشيال ميديا. طب عايزين نسالك بقى سؤال، انت قلتي عندك 18 سنه ومخطوبه يا ندى صح؟ ندى ايوه معاكي حضرتك. خطيبك بقى اللي انت متعرفه عليه ده بقى من حب يعني حبيتيه وكده ولا جواز صالونات؟ لا حضرتك على حب وكده بس كان قطعت يعني مش بعيد عني. يعني جواز صالونات؟ لا هي بتقول ابن عمي. ابن عمك؟ تمام. طيب يعني كنت عارفه يعني كده. طب مبسوطه بقى معاه وكده؟ جواز القرايب بقى دي هي بصي كسرت القاعده. ولا حب ولا صالونات، جواز القرايب. خط قطع. طيب بنشكر صديقتنا ندى. شكرا يا ندى وعلى المداخله بتاعتها الجميله دي. ندى اتجوزت جواز تقليدي خالص بس من خلال الحب لان هو ابن عمها. وطبعا لسه هنستقبل ناس كتير وهنستقبل ارائكم وافكاركم من خلال الجواز، سواء الجواز من السوشيال ميديا ناجح او الجواز من خلال الصالونات او الجواز من خلال الحب، ومين مؤيد ومين معارض. بس كل اللي اتصل لغايه دلوقتي معايا صح؟ لسه في ناس برضه اتجوزت وفي ناس ورا الشاشه دي معايا السوشيال ميديا وهتكون معايا. معايا مفيش حد جوازاتهم ناجحه. لا انا اعرف ناس كتير جدا اتجوزوا من خلال السوشيال ميديا. ما انا برضه ليا زمايل وليا اصدقاء برضه متعرفين من خلال السوشيال ميديا والعلاقه زي الفل تمام. بس مش يا جماعه مش كلها يعني، المشكله ان في دراسات وابحاث اثبتت ده. يعني انت متخيله 17% كلها ناجحين ومن ضمن 6 حالات حالة واحدة بس هي اللي فاشلة وهي اللي بتأدي للطلاق والانفصال. يا جماعة انتوا متخيلين؟ طب ازاي يا جماعة ازاي؟ السوشيال ميديا بقى واقع موجود في حياتنا شئنا ام ابينا سواء رفضنا او قبلنا، فهو واقع موجود في حياتنا. ليه ما نعمموش في كل حاجة في حياتنا؟ ليه ما نكونش سبب ان احنا نقضي من خلاله على العنوسة؟ ليه ما نكونش سبب ان احنا نقضي على من خلال المجتمع اللي حاصل؟ ليه ما يكونش سبب ان احنا نقضي على التحرش الواقعي اللي موجود في المجتمع بشكل كبير؟ فبالتالي احنا لما نوفر للشباب العفه وان هم يكون في صله تقرب بينهم وبين بعض بالشرع وبالدين، وان يكون في جواز، انا قلت جواز، جواز شرعي على سنه الله ورسوله، حد بيروح يتقدم لاهل العروسه او لاهل البنت وبيخطب وبيتجوز، ما قلتش ان هم يتعرفوا ببعض، ما قلتش ان تحصل علاقه ممنوعه، ما قلتش ان يحصل حاجه تخالف ديننا، ما قلتش ان يحصل حاجه تخالف شريعتنا،
ما قلتش ان العلاقه على السوشيال ميديا تكون علاقه سيئه جدا. مظبوط. انت ايه رايك؟ لا انا معاكي يا سالي بصراحه، بس في برضو بعض الحاجات انا مش متفقه معاكي فيه. زي هقول لك بقى، بس هنطلع فاصل وهنرجع تاني. اوكي. هذا البرنامج برعاية أتيلي. أتيلي مدام سميرة لتفصيل جميع ما تحتاجيه. لو فرحك أو خطوبتك قربت، لو عاوزة تحتفلي بعيد ميلاد أو عيد جواز، محتاجة فستان ليكي أو لبناتك، سواريه أو حتى أطقم سرير، كل ده عند مدام سميرة. العنوان الميهي بالسن باللاوين. أعزائي المشاهدين، ورجعنا لكم مرة تانية. كنت بتكلم أنا وزميلتي برضو عن زواج السوشيال ميديا، بس أنا بقى إيه حابة أقول حاجة. إحنا عارفين طبعا إن من يومين كان في الفالنتاين، كان عيد الحب بقى، وكل سنة وأنتم طيبين وكل الأحباب بقى إيه عاشوا. بالنسبة بقى الناس اللي كانت سنجل، كانت بتقعد تنزل تريقة كتير قوي، اللي هو أنا محدش معبرني، وأنا محدش مش عارفة إيه، وفين بقى الحب، والناس المرتبطين إيه. يعني كانوا برضو تحس اللي هم بيتريقوا، بس هم عايزين يرتبطوا، وهم برضو سنهم كان بيبقى صغير. الحب شامل كل حاجة في حياتنا، حب الأم لأولادها، حب الأب لأولاده، حب التعليم، حب الحياة، حب الثقافة، حب العلوم، حب العلم. مش شرط ان يكون الحب بين طرفين، شخص ولد وبنت. مش شرط ابدا ان انا عشان احب يكون حب ما بين فردين بس، ولد وبنت. الحب ممكن يكون بين الاصدقاء، بين الاهل، بين القرايب. مظبوط يا سالي، مظبوط. لا هو اصلا الموضوع ده عايز له حلقات كتير عشان نقعد نتناقش، وكمان نتكلم مع يعني مكالمات هاتفيه، في ناس كمان ده تليفونات كتير جدا، بس هي عايزه حلقات كتير. فللاسف وقتنا خلص، استنونا في حلقات كتير جايه ان شاء الله. مع السلامه. مع السلامه، وكل سنه وانتم طيبين.